والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد هك الكوب على أبصارهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وجه كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كذبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا نعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم عند ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زلنا في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا قاموا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزنون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الرجل القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء والله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذاهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ومن نعمله النجس ونفخ في السور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وسلك المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
هناكم عدو مبين ونعبدني هذا صراط مستقيم ولكن أزل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلمها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزرعناها لهم فمنها يركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاريب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محزنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خاصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كلما يحيي إذا ما هو هي رميم فهيونيح الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.